أولا لم يكن لدينا أي معلومة عن مسألة تنظيم المباراة النهائية إلا عندما بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن وجود منافسة بين السنغال والمغرب لاستضافة المباراة، وإنه كان هناك مواعيد محددة لتقديم طلبات التنظيم، وهو بقى التفاصيل حضراتكم عارفينها عشان ما كملهاش لك إلى آخره يعني. ثانيا لما سمعت الكلام تواصلت مع الأستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكرة، سألت سيادته هل الاتحاد قام بالرد على الخطاب الذي تلقاه من الكاف بخصوص تنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال؟ وأجابك بالفعل الاتحاد قام بالرد. يعني دخلناش ليه بقى في الهيصة دي يعني المسابقة دي التنظيم ده. كلمت بعدها على طول وتواصلت مع المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي للاستعلاء عن مساندته لطلب مصر الخاص بتنظيم المباراة النهائية لدوري الأبطال، وأجاب إن مصر لم تتقدم بطلب لتنظيم المباراة الاتحاد الكرة المصري يعني، وأن ما يردده اتحاد الكرة في هذا الأمر غير صحيح. طبعا استغربت جدا، عودت الاتصال مرة تانية السيد الأستاذ جمال علام وأبلغته بما قاله المهندس هنوي وسألته من صاحب المعلومة الصحيحة حضرتك ولا المهندس هنوي، وكانت إجابته احنا الاثنين صح، كلنا معلومته صح. انا طبعا اندهشت جدا قلت ازاي، فاجاب السيد رئيس الاتحاد انه قام بالرد فعلا على كده لكن لم يطلب تنظيم المباراة ولكن طلب اقامتها على ملعب محايد، امر يبدو بالنسبة لينا الحقيقة غريب وبصراحة يعني غير مقبول.